أؤمن بالإشاعات، أنا أؤمن بالشيء صحيح المكتوب والرسمي من وزارة التربية الوطنية. طبعا التفويج حد الآن يعني ما دام في أي جديد فدائما عملية التفويج سرية إلى غاية إشعار آخر. بطبيعة الحال ما زلنا احنا ما دام الجائحة ما زالت دائما نظر الظروف الاستثنائية التي نعيشوها رانا نعيش بها في نفس الإجراءات، إجراءات والمخططات ونفس تنفيذ البروتوكول الصحي. إن شاء الله تروح الجائحة هذه وترجع الأمور إلى جهة طبيعي، ولو أننا رانا نوليو تدريجيا.